ذكرنا التي تتناول ربما أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع. وكما نتابع مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى مركز المنارة الدولي للمؤتمرات لحضور المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول بمركز المنارة للمؤتمرات. نعود إلى الحديث حول الجلسات أو أهم الموضوعات الشائعة في القطاع الصحي أو الطبي والتي يعنى بها المؤتمر في هذا الإطار بشكل كبير، كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الطبي والصحي. ربما كانت هناك مفاجآت آية كالجائحة كورونا عام 2020 والتي اجتاحت العالم بشكل مفاجئ، وفي هذه الأونة ما يسمى بأنفلونزا أو عفوا جدري القردة. صحيح. ربما هناك أيضا اهتمام بشكل كبير من الإعلام وأيضا من القطاع الصحي بشكل أكبر. بالتأكيد محمد، يعني كما ذكرت عدد كبير من الأمراض التي اجتاحت العالم في الفترة الأخيرة، ولكن استطاعت مصر بالقيادة السياسية الحكيمة أن هي تحقق خطى متقدمة جدا في مكافحة مثل هذه الأمراض من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية. أيضا كان هناك